مساكم الله بكل خير مشاهدين برنامج سيدتي، زي كل يوم وكل يوم راح نكون معاكم الساعة 5 لين الساعة 7. أهلا وسهلا فيك رؤى. يسعد مساكي أودي مشاهدينا. طبعا كالعادة عندنا أشياء كثير راح نناقشها خلال هذه الساعتين. عندنا أخبار، عندنا كليجة، عندنا مواضيع حساسة. في موضوع بصراحة أنا كثير يعني متحمست له، خصوصا أنه هو موضوع يعني اجتماعي شوي. في ناس يعني راح يشوف أنه لا يعني أنه عادي، وفي ناس لا فعلا يضايقوا من هذه الظاهرة اللي قاعدين نشهدها مؤخرا. هذا من باب التشويق، لكن حنعرف التفاصيل خلال هذه الساعتين أكيد. طيب أمس شفت لك مقطع على تويتر للخبير على إكس للخبير التربوي عبد الرحمن الذبياني يوضح 5 علامات للصديق اللي قلبه طيب. هو أنه يملك مشاعر جياشة، يعطي بدون مقابل، يسامح، يشارك الأفراح، ومتواجد بشكل دائم لمساعدتك. عندك مثل الصديقة؟ هو اختصر مواصفات الخمسة في أودي الزبد. أوكي، يعني اختصرها بهذه الطريقة. هو لو اختصر هالكلام كله وقال أنه يعني مثلا في علامات توضح طيب القلب، فهو أودي. عاطفة جياشة؟ جدا 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 جدا. لا أنا أقول لكم على شغلة، ترى والله العظيم مو قاعدة أبالغ. أودي سوت موقف معايا، أذكر كانت الساعة 3:30 الفجر وكان عندي شوية خربطة الظروف. والله العظيم يا جماعة ببجامتها جات لعندي الساعة 3:30. أهم شيء أني ما أكشخ. إيه؟ أهم شيء ألبس بجامتي وأطلع. والله العظيم جيت عندك وأنا غيرت جو وأنتي غيرتي جو وانبسطنا، يعني الحمد لله. يعني أي؟ لا يعني فعليا هذه ما هي من باب المبالغة، وحنا ما يعني هي ما جت عشان بس نقضي وقت حلو، لا، لأنه أنا فعليا هذاك اليوم كان الوضع شوي مخربط، وحبيبتي يعني جاتني في خلال هذا الوقت. عموما صح، مهم أنه الإنسان يا أودي يكون عنده هذه المشاعر، أنه يكون يحس بالناس اللي حوله، أنه يتعاطف معهم. ولا إحنا يعني تركيبتنا ليش اسمها مجتمع؟ لأن هي مجموعة من الناس، فبالتالي لو الواحد كان يقسي قلبه ويقول لا أنا ما يخصني، لا أنا ما لي علاقة، طيب إذا فين الإنسانية في الموضوع؟ والإنسانية هي في الآخر صفة للبني آدم اللي ربنا كرمه بيه عن باقي الكائنات الحية. بس أنا دائما أخاف من موضوع طيبة القلب بالعلامات الخمسة اللي طبعا ذكرها الأستاذ عبد الرحمن، إنها مشاعر تستهلك صاحبها. صحيح. فبالتالي لازم الواحد يميز شوي متى يكون بهذا العطاء وبهذه الطريقة ومع مين، ومتى مفروض إنه هو يوقف. لأنه بالعادة الواحد لما يعمل خير لأحد لا شعوريا يتوقع نفس الخير، فممكن أنه غير أنه هو استنزف وقت طويل من الطاقة، حيجي وقت يقول طب أنا فلان مو قاعد يعاملني بنفس الطريقة أو بنفس الاهتمام أو بنفس المشاعر، فهذه الأشياء بتكون مؤذية. فلهذا السبب دائما يقول أنه الإنسان لازم هو يكون مكتفي داخليا ويعطي من فائض، وفي نفس الوقت يوزن شوي مشاعره. والشيء الحلو بعد يا رؤى، مو حلو الشيء اللي مو حلو، الفترة هذه احنا قاعدين نعيش في مرحلة أنه الجيل اللي بعدنا قاعدين يعيشون، كل ما شافوا أحد قالوا صديقي. كلمة صديقي لا تطلق إلا على أشخاص فيهم سمات معينة. صحيح. الصديق مو تبع يوم وليلة، في معارف، متبع في معرفة، في عشرة عمر، في مواقف كثيرة صارت بيني وبينه، في مواقف حلو، في مواقف شانة، عشان أعرف هل هذا ينفع أني أنا أقول لصديقي، هل يستحق هذا الشيء. ومشاعرك يعني قبل شوي أنت قلتي كلمة، قلتي أن البعض يقول ليش ما يعاملني بهذه المعاملة؟ لما أنا أفكر بالشخص أنا أعطيه مشاعري وأقول ليش ما يعاملني هذه المعاملة، معناته أنه أنا أبغى بمقابل. أنا لما أكون مع صديق ما أحتاج هذا المقابل. أنا أعطيه من غير مقابل ولا أنتظر منه شيء، إن جاني جاني، إن ما جاني كل واحد بشخصيته. يعني خاصة إحنا كبشر ترى صفاتنا تختلف، في نوعية إحنا فعلا أصدقاء، بس في نوعية تعرف تعبر وتعطي المشاعر، في نوعية أخرى ما تعرف تعبر، بس إنها هي صديقة بس ما تعرف تعبر ولا تعرف تعطيك، أو طريقة تعبيرها بالمشاعر بطريقة مختلفة. صح. في ناس ردة فعلها تختلف. أكيد. يس. نطلع نشوف العناوين. يلا طيب خلونا نطلع نشوف عناويننا. رح نتعرف على المخبوزات السعودية في اليونسكو، ورح نناقش موضوع تواجد كبار السن في المولات بين المضايقات والحاجة للترفيه، ورح نتكلم عن الوظائف الإضافية وتأثيرها على الحياة الأسرية، وأخيراً رح نتعرف على قصة حب شاب مصري للثقافة السعودية واللهجة القصيمية.
طبعا كالعادة نبدأ الحلقة ونفتتحها بآخر الأشياء اللي طبعا تابعناها وشفناها وقاعدين نرصدها في كثير من المنصات. واحدة من هذه الأشياء اللي رصدناها أطلق الفنان رابح صقر أغنيته الجديدة اللي تتغنى بجمال وتنوع مناطق المملكة العربية السعودية، مقدما طبعا من خلالها تجربة حية لتجربة موسيقية مختلفة ممكن تتكلم عن الأماكن والأجواء اللي تحتضنها السعودية. تراها فاتحة أبوابها لأجلك، تسعد لو رأت زاير ترى مثله، تراها حولك ومنك قريبة، تعال وشوف كيف الناس تفرح لك. عسير وأرضها خضرة وطيبة أهلها موروثة بالفطرة. شفت يا أودي لما نقول إنه للرسالة فن والفن رسالة، فبصراحة كثير حلو هذا الفيديو كليب بكلماتها والصور طبعا اللي تضمنت هذه الأغنية وهذا الكليب، إنه في الآخر دائما نقول الأغنية هي لغة الجميع، ففي الآخر ممكن يتم تداولها بشكل واسع وتوري العالم أجمع المناطق الحلوة اللي عندنا بتنوعها. نروح للخبر الثاني. أنت متحمسة الأخباري. عموماً ودي كان من الأشياء الحلوة اللي تفاعل عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان مقطع فيديو من حفل زفاف لسيدة قررت أنها تكسر العادات وتلبس فستان زفاف لونه أصفر بدل من اللون الأبيض التقليدي. طبعا هالخطوة تعتبر جريئة للفت الأنظار وكمان أثارت الجدل حول هذا الموضوع. أودي أصفر ولا أبيض؟ أنا أشوف يعني أنا وجهة نظري أبيض، بس ما أحس أنه فيها إثارة جدل. كل إنسان حر ويقدر يلبس اللي هو يبيه وهو حابة، خاصة أن هذه ليلتها. هي حرة وش تبي تلبس هذه الليلة؟ هي حرة بس دائما في قدسية للون الأبيض. أنا لو تزوجت 10 مرات في كل مرة بلبس فستان أبيض. أبيض ولا أوف وايت؟ أوف وايت يعني، بس من درجات الأبيض. أبيض ولا أوف وايت؟ ولا سكري؟ سكري جننيني. بس أنت وش رأيك يعني في هذا الموضوع لما مثلا تكون في عروسة بتلبس فستان مغاير، غير أنه هي حرية شخصية، تحسي أنه مثلا شكلها هي كده قاعدة تنزف يعني؟ جمال العروسه وطلتها وانوثتها والنعوم اللي هي تكون فيها حلوه باللون الابيض. يعني احس اللون الابيض الافاي درجات الابيض خلاص ارتبطت عندنا بالعرايس، لانك انت هذا اللبس تلبسينه مره واحده في عمرك. ترى مو دائما اقدر البس الابيض في مناسبات ويكون مثلا منفوش او ذيل طويل، ما اقدر البسها في كل مناسبه. في مناسبه واحده اللي ممكن البسها فيها اللي هي مناسبه ليله عمري اكيد فقط. اما باقي الاشياء الاصفر الاخضر الاسود حتى كانوا يلبسونه الاحمر تقدرين تلبسينها في كل وقت، يعني تقدرين تسوين هالوين وتلبسينها بالضبط عادي. ودي لا فعلا. وبعدين انا بقول يعني لو هي حابه تغير تلبس لون ثاني، يعني بنعرف في الملكة ممكن تلبس اي لون، ودائما يعني نحاول ناجل اللون الابيض الى يوم الزواج. صح. اليوم الرائع، وهو يعني لون بريء جميل ملفت فخم، ف أنا أحس دائماً العروسة مفروض أنها تلبس فستان أبيض. شوفي إحنا ما نعرف تفاصيل العروسة، يمكن إحنا الحين صايرين نشوف كثير ناس يسوون زفتين، زفة أولى وزفة ثانية، فيمكن هي بالزفة الثانية لبست الأصفر أو بالزفة الأولى لبست الأصفر ولبست بالأولى الأساسي أبيض، إحنا ما ندري. Anyhow إيش عندك كمان أنت؟ طيب خليني أقول لك أنا على أخباري. لفتني مقطع مؤثر جداً وأقدر أوصفه بأنه لفتة إنسانية من زوج، وفي المقطع الزوجة أصيبت بمرض خطير تسبب في شلالها بشكل كامل، وكانت حالتها ميؤوس منها، لكن زوجها ما تخلى عنها ووقف معها في محنتها. خلونا نتابع. I'm
هذا الجانب الحلو المشرق من الرجال. شكرا لك يا مخرجنا. حلو الفيديو بصراحة، أثر فيه مرة. يس. وحبيت إنه هي في بعد هذا النوع من الاهتمام والرعاية كيف إنها قامت صارت تقدر تمشي، لو إنها مثلا بشكل بسيط من شلل كامل إنها تقدر صحيح. تتحرك. مو بس كان مهتم بها، بيعطيها أدويتها في ساعة معينة، بينهم بيبي يعني أودي كان قاعد بيرقص رقصتهم التقليدية، كان يحرك لها مفاصلها حتى ما تتجبس، يعني حتى في اللحظات الصعبة هذه كان في نوع من الترفيه لوضعها الصعب، ما قال إنها تعبانة خلاص أهم شيء نايمة. صح. أخذت علاجاتها الله يكثرهم. بعض الأحيان، مو بعض الأحيان، دائما يقول لك نفسية المريض تساعد على علاجه وعلى شفائه، حتى لو صح. كان في شيء معضل صح. ما تدرين يمكن بعد هذه الأشياء كلها ممكن ترجع تكون بالسلامة. صحيح. ما ندري، كل شيء بأمر ربي. خبرنا الأخير اليوم رح نتكلم عن شابة ملهمة وصلت للعالمية بمخبوز الكليجة، وعلى أثره تم اختيارها من قبل اليونسكو لتمثل مدينة بريدة بمنطقة القصيم ضمن مبادرة مخبوزات المدن المبدعة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور العجلان. يعطيكم العافية. حياك، نورتينا. الله يحييك. أستاذة نور، أحسك كذا شوي متوترة. لا إن شاء الله تمام، ارتحت يوم شفت وجيهكم. زينك. طيب، قصة شغفك بالكليجة كيف بدت؟ والله أنا من الصغر أحب الطبخ، مو بشرط كليجة، كل المنتجات، أدرس، أترجم، أطبق. من منتج المنتج بعد الحمد لله فتحت بزنس خاص لي، وأي منتج يعني يعرض علي أحاول أسويه. جميل. يعني تحسين إبداعك في الحلويات والأطباق الشعبية بس، ولا ممكن في كل شيء تدخلين؟ لا، في كل مجال. أنا عندي باكري وكافي بالقصيم. ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا نتكلم على المخبوزات وكيف تم ترشح اسمك نورة. أنت في البداية عفوا يعني شايف ولا هاوية؟ هاوية. اسم الله عليكي. طب كيف تم ترشحك لليونسكو؟ كيف يعني سجلتي فيه حتى تمثلي بريدة أو منطقة القصيم؟ هو صراحة تواصل عن طريق هيئة فنون الطهي. قد شاركتي معهم قبل كذا يعني؟ لا والله. طيب. طلبوا أنه أي أحد خباز بالقصيم يشارك بالمنتجات الأساسية من المنطقة بدون أي تحريف بطريقته الأصلية. أي. وحنا الحمد لله بالقصيم ناس بالعائلة متواصلين، والأم تدرب بناتها وكذا، فتوارثنا هالشغلة بيننا. جميل. سوينا المنتجات عن طريق طريقتها الأساسية بدون أي تحريف، عرضنا عليهم كم منتج ورشحوا الكليجة. ممتاز ما شاء الله عليك. نورة صراحة احنا متحمسين للكليجة. جاي أعلمكم إن شاء الله. يلا أجل خلينا نقول نشوف الكليجة. صراحة يعني الكليجة ودائما في منطقة القصيم يتكلموا عن أي أحد. أصلا كم مرة صدف إني رحت على القصيم يا جماعة، أول سؤال يسألوني إياه جربتي كليجة؟ جبتي معك كليجة؟ فدائما الكليجة معروفة في هذه المنطقة. لكن أنا بالنسبة لي السؤال نورة، تقولي لي أنا تسبب لي حرقان أحيانا، فقالوا لي لا في طريقة معينة تسوي بها الكليجة، أعتقد ما فيها كثير، هي زبدة ولا سمنة عفوا تحطه؟ لا هي ودك اللحم. أيوة. أو بالزيت يتسوى. فهي تكون احيانا ممكن حاره عشان كذا تسبب لك حرق بالمعده. بس انا عارفه قالت معلومه مهمه انا ما كنت ادري عنها. الكليجة نحط فيها لحم؟ مو بلحم، زيت دهن. دهنه اللحم. ايه هذه تحمس على النار. إيه؟ ويطلعون منها الزيت. إيه؟ ويستخدم هو او انه عادي بزيت يعني. شكرا لك يا نورة على هذه المعلومة. لحم يا أودي لحم. وحرقة المعدة يمكن معدتك حساسة، كليجة أبدا ما تسبب حرقة أبدا، صحية مرة. يعني مكوناتها من ناحية حساسة، فأنا كلي حساسة مو بس معدتي. لا خلينا نشوف الحين نبدأ بإيش أول شيء. أول شيء نبدأ بالعجن، طبعا موية دافية. مهم انه يكون مويه دافيه ولا عادي؟ لو لا كانت هي دافية عاديه عاديه. إيه؟ طبعا اول شغله الامهات بدون ميزان بدون اكواب كان بالبركه. صح. وفعلا يدينهم كلها بركه، احنا لا نحتاج شوي ندقق نحس كذا نحس بمقادير واشياء. مكونات يا اودي. مويه. ايوه. سكر. حليب باودر. طحين ابيض وطحين بر. تكون العجينة مايلة شوي لليونة. طبعا أكيد مشاهدين راح تلقون المقادير كلها كاملة لكم
هي زينة كلاجو طبعاً، الشغل يدوي ما تحتاج أدوات صعبة أو منتجات غير متوفرة، كلها موجودة. هذا زيت. زيت ولا ودك؟ لا زيت. كل الأشياء هذه موجودة عندنا، يعني مو بشيء صعب. نور اللي حطيتيه قبل شوي هذه ملح ولا سكر؟ لا سكر، بس كمية مرة قليلة. وش يفرق فيها بشيء؟ النكهة بس يعني. أوكي. طبعا العجن عادي خفيف. توقعت الموضوع أصعب من كذا؟ لا جدا جدا سهل. طبعا تشكل العجينة، وبرضه نرجع لموضوع البركة، ما في قياسات، ما في أي صعوبة. طبعا صارت عجينتنا شوي لينة، بس عادي إن شاء الله ما تأثر. لو طلعت معي لينة أزيد شوية دقيق. صحيح صحيح تمام. طب هل يفرق لو طلعت لينة واستخدمتها وهي لينة؟ ذليونة يعني؟ لا ما تقدرين تحشينها بسهولة. اوكي. ترى في دقيقة على الطرف تسيبين عشان تقل شوي. والله فنانة. طبعا هي كذا تسوى دوائر عادي. ايه. الحين طايحين بالميني بالصغار مرة. صح، بس انه يكون صعب تحشاته او يكون الصوص برا. فإذا كان الصوص برا تكون مو قصمية، تكون محرفة الطريقة. أوكي. طيب ليش ما أقدر أخلي الحشوة جوا؟ نحشيا. لا لو صغيرة. صغر إيه، بس متعبة يعني تكون بتزين حبة حبة. والله العظيم ولا أسهل، توقعت الموضوع جداً أصعب جداً من كذا بكثير. برضو الصوص هذا سكر. إيه. وليمون أسود وهيل. طبعا كيف اقدر اختار الليمون الاسود بحيث انه ما يمرر لي بالاكل؟ لا ما له علاقه، الليمون باودر وخلاص. جاهز؟ جاهز ايه، بس كميه قليله يعني كذا. طبعا هي تصير سايله بعد الخبز، بس بعد قبل الخبز لا. كمان مشاهدينا راح تلقون مقادير الحشوه كلها جاهزه لكم. طبعا السر المفروض انها تكون العجينة أقسى من كذا. نورة هذه وش نحتاجها في آخر شيء نطبطب عليها؟ إيه هذه اللي تعطينا رسمة كليجة. لاحظتي رؤى ما فيها خميرة أبد؟ ما فيها أي. قاعدة أشوف طريقة الحشوة. نحط ورق الزبده مهم. ورق الزبده ما شاء الله اول بعد ما يحطون ورق زبده، بس هو اسهل بالشيل. اوكي. بل يدخل الفرن ما يخرب ولا شيء. شكلنا نحتاج طحين. في طحين؟ اليوم يا نوره يعني بعد ما مثلتي منطقه القصيم ب يعني اشهر المخبوزات، خليني اسالك ابغى اعرف كيف تشوفي مثلا سوق، نتكلم عن خبز المله، نتكلم عن الخبز الحساوي، ايش شعورك وانطباعك بسبب انه هذه المخبوزات حقتنا الاساسيه التراثيه صارت مسجله في اليونسكو؟ الحمد لله. معلش سؤالك. اقول يعني ان هذه المخبوزات حقتنا او الاكلات حقتنا صارت مسجله عالميا في اليونسكو، يعني كيف شعورك؟ الحمد لله توارث الأجيال الصنعة افتخارهم فيها، ورؤية 2030 سهل للعالم رؤية صح للوصول العالمية. صحيح اتفق معك. فالحمد لله تسلط الأنوار، وحنا عندنا لسه تراث كثير يعرض وبإذن الله يشافونه كل العالم إن شاء الله. أكيد. قاعدة أدور لك طحين. جاي أودي. قاعدة أدور طحين. حايسة في المطبخ. أنا أقول لكم نحتاج طحين علشان هذه لما ضروري الطحين. ضروري الطحين عشان نشوف لما نحط هذه كذا يصير الشكل. أوكي. فهي العجينة شوي سائلة. طيب إحنا. فأنتم مشاهدينا نفس المكونات هذه، بس قللوا شوي الماية. أو زيدوا شوية الطحين. زيدوا شوية. والله ما في طحين. بس باليد. يعني هو على النظر، يزود الطحين اذا لين ويزود المويه اذا قاسي. ايوه خلاص سهله عادي بسيطه الشغله. اسوي لكم ابركادبرا يلا.
يلا هذه هي صارت جاهزة وصارت جاهزة. الله يعطيك العافية. تسلم الأيادي والله يا نورة وأودي. ليت الطبخ بهذه الطريقة والله العظيم قسما بالله إن أسهل طبخة اكتشفت انها اسهل طبخه. طب ورينا اللي معاك اللي يبيعون الكيلو على كم؟ بسم الله بسم الله عليك. هذه موجوده بمحلات العادي محلات الاواني. اي موجوده متوفر. لا انا ابغى اشوف الجاهزه حتى توريها. لا عفوا الكليج الجاهزه حتى توريهم الطبعه اللي صارت على العجين. بس واضح. في شيء مهم صح نوره؟ هذه بس كان الدهن الكباسه حقت الكليجه للرسمه ما تلصق العجينه. تمام اوكي بس واضح. ما تكون سائلة بالطريقة أبداً. نحاول إحنا نزيد دقيق شوي. تمام. في عادات وتقاليد مرتبطة بالمخبوزات في المناسبات والمواسم وكذا يعني هاي سيزن نقول. إحنا بالقصيم يسوى موسم كامل للكليجة في مهرجانات تقام احتفالات. ما عزمتونا؟ تتشرفون إن شاء الله الموسم قريب. نتشرف بكم. متى تقريباً؟ خلال شهرين القادمات إن شاء الله بعد موسم التمر. حلو حلو. اشوف اودي قاعده بتاكل يا نوره من ورانا انا وياك. تشغلنا وتاكل بالعافيه. الكيلو على كم يبيعونه؟ يختلف الاسعار حسب المصانع المحلات. احنا بدا استعراض مهارات مبيعة يعني بنات سهله تشترونه. طب على فكره الحشوه تختلف ولا هي حشوه واحده؟ هي حشوه طبعا الاساسيه سكر وليمون وهيل وزنجبيل. فهي منتج مغذي بالشتاء يعني وسهوله التنقل فيه. حلو. في ناس يسوون دبس تمر بس الأساسية كذا الطريقة. ها أودي أطبق قهوة. تبين تطلعين فاصل اطلعي فاصل. أطبق قهوة. طيب طيب عموما أنا أكيد أشكر تواجدك اليوم معنا نورتينا وكثير انبسطنا بتواجدك وطبعا شايفة أودي مبسوطة أضعاف أضعاف أضعاف. بجيب لك الحين أصبر. إيه لو سمحتي بس خليني أنا تشرفت فيكم يا حبيبي. يعطيك العافية. نورتنا وإن شاء الله دائما موفقة. الله يسلمكم بالعافية. دائما موفقة إن شاء الله بإذن الله. عموما مشاهدين أكيد راح نكمل باقي الحلقة لكن خلينا نطلع فاصل سريع من بعده نرجع. ودي كنت أشوف مقطع على السوشيال ميديا لشاب يتقن اللهجة القصيمية. اللي صدمني لما عرفت أنه مو قصيمي وأنه من الجنسية المصرية. تخيلي يعني أصلا لهجة أنا بالنسبة لي أحس أنه اللهجة القصيمية. إحنا شفين الحلقة اليوم كلها سيجنتشر من القصيم. إيش الموضوع يا جماعة؟ شايفة تعرفين كيف القصمان يا اختي. انا احبهم صراحه لانه عندي شغل يعني كثير معاهم. على اي حال يعني اللي عجبني في هذا الشاب بصراحه لانه كل المقاطع اللي كان بينزلها غير انه هو اصلا بيتقن اللهجه القصيميه كان يعني يعبر عن حبه للمملكه العربيه السعوديه لدرجه انه الناس تحسبه فعلا من القصيم. عشان نعرف تفاصيل اكثر عن هذه الشخصيه خلينا نطلع مع بعض نشوف فيديو يا اودي ومن بعد نرجع. يلا بقول لكم شيء خليكم تستغربون مثلي. تصدقون هالرجال ذا حمزه؟ شوفوا شكله ولبسه وهيئته. تصدقون ما توقعت ولا واحد مية انه مصري. يعني مصري ابن عن جد. صحيح. ما شاء الله عليك لهجه قصيميه مره. طبعا من سكان البدايه. اي والله. بس هي انا اصلا رحت مصر نهائيا ابد 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 عرفت؟ ايه مواليد القصيم في البدايه. ايه ولكن طبيت مصر ما اعرفها لو ترجع هناك ضعت ما اعرف وش ادير نهائيا. طيب ابوك امك يروحوا لمصر ولا لا؟ لا لا من 1407 هنا بديره. انت مولود هنا؟ مولود ما شاء الله. وعنده ولا البدايه الله لا يوريك هنا تمشي هنا البدايه هنا بالعرض. كفو والله اني تعجبت صراحه يا حبيبي ابوك. يعني ما تعرف تقول عامل ايه ازيك انت؟ لا والله يعني ها 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 بالبيت كلامكم قصيمي بالبيت؟ اي اكيد اكيد طبعا طبعا. ما يمكن الوالد يتكلم معي. الوالد يكلمك مصري ولا سعودي؟ لا تقريبا يتكلم يعني كسر. اي شوي شوي زين. لكن انا لا جيت احد سمعه احاول اني اجاري يعني احتراما للوالد. طيب اذا خلينا نرحب بضيفنا في الاستديو مع حمزه جعفر صانع محتوى. اهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ حياكم الله يا اهلا وسهلا. شو السالفه؟ والله مولود بالقصيم. انتاج القصيم.
انتاج القصيم ما شاء الله يعني لابد بصم عليك بصمة أصلية. خلاص استحلون يعني يعني انا احس القصيم ويمكن الجنوب شوي من اللهجات اللي مره صعبه. ممكن صحيح. ايش اللهجات؟ لهجه القصيم يبي لها مارس من منطقه لمنطقه اكيد. في البريده في عنيزه في الرس صح. انت وش اكثر لهجه تتقنها؟ بريده. لهجه بريده هي لهجه بريده هي المميزه بالقصيم اساسا. يعني لهجة القصيم هو اللي يميزه ما له مثيل. شوفي هو اللي يميزه مو اللي يميزها. انا بقعد بتفرج بصراحه. يعني اللي يميزه لهجة القصيم شلون اقول يعني ما في منطقه بالمملكه تتشابه مع لهجة القصيم. اصعب الكلمات القصيميه اللي تعلمتها هو اللي يميزه اساسا انه حرف اللي هو التاء التذا يعني التاء مع السين مو باي احد يتقنه. ما يتقنه الا القصيمي يعني ما شاء الله عليك. في مناطق اخرى يتقنونه لكن يصير واضح عليهم. يبين عليهم هذا يقلد اللهجه او انه لهجه الام. في ناس يكون لهجه الام لهجه القصمان لهجه القصيم لهجه بريده لهجه نيزه منطقه عموما وفي ناس لا يقلد يصير واضح عليه اعرفه. ما شاء الله عليك انت ما تقلد انت متقنها. ايه انه هي لهجتي اللهجه الام الاساسيه عندي يعني اللهجه الاساسيه. طب عفوا ولما تروح على مصر تضيع اساسا. انا ما رحت مصر. ما قد رحت؟ ما شفت مصر ابدا. انا أوكي. مواليد القصيم. اوكي. يعني المنشا والاصل والانتاج وال خلاص ما شاء الله. ايه بس كلش بالقصيم. ولدنا امك وابوك ما يتكلمون مصري؟ الا يتكلمون ولكن ما تأثرت فيهم؟ تأثرت فيهم لأني بتماشى معهم بعبر لكن طابع علي لهجة المجتمع. حبيت المجتمع الاجتماعي. أيضا أشارك بالبرامج التطوعية بالحركة الكشفية من قديم يعني مع الفرق التطوعية أساسا من زمان يعني مسكت فريق مؤسسة الأميرة العنود منطقة القصيم وكذلك جوالة جامعة القصيم ويعني ممتاز الحمد لله. طب خلينا نتكلم شوي عن صناعة المحتوى وحبك للثقافة السعودية. كلمنا عن هذه الأجواء أكثر. وش هي الثقافة اللي حسيت إن هي فعلا يعني أنت حبيتها وحابب توصلها للعالم؟ ثقافة المجتمع السعودي أو المجتمع القصيمي؟ أيوه. احنا القصيم وش يميز المجتمع القصيمي اكثر عن باقي مناطق المملكه؟ المجتمع القصيمي تحسين انه مجتمع قريب للجميع قريب للجميع. يعني عموما الشعب السعودي او المملكه والشعوب كلها تلقينا موجوده عندنا بالقصيم. انا تعلمت لهجات مؤخرا لهجه اليمنيه لهجه السودانيه من كثره انه الناس تاخذ راحته بالتعبير. تلقين السوداني يتكلم سوداني بكل اريحيه. تلقين المصري تتكلم معنا يمني. شلون تتكلم معنا يمني؟ نجرب. ممكن عادي يعني اشتي اتكلم معاه شمالي. عندك انا ما ادري انا سعودي اتكلم معاه شمالي ما اتكلم معاه شمالي. ايش تي اتكلم وايش تي اتعلم وايش يعلمش برضو ماش مشكله. الحمد لله يعني. ومن المواقف الطريفه اني يعني لما ادخل على مثلا ناس يمنيين او ناس سودانيين على طول تلقائيا انا تلقط بسرعه اسم الله اشبك معاهم اساسا. والسوداني هاي لما اخش لي المحل اقول له يا زول هاي تعال جاي يجيني الزول بتكلم معه طوال يعني يقول انت سوداني. فبرضه المصري لما ادخل معه مصري بتكلم معه مصري بس بيعرف ان انا مش مصري. بقول انت بتقلد ما شاء الله تبارك الله. ترى هذه مو اي احد يقدر يسويها انه يدخل من لهجه اللهجة اللهجه. ترى هذا شخص يتمتع بذكاء حاد وفطنه. الحمد لله. حتى بوقت كورونا سويت سكتش دوبلاج صوتي في اللي هو التباعد. وكان الدوبلاج انه مجموعه اشخاص كل واحد من جنسيه جالسين في غرفه وما كانوا ملتزمين بالتباعد ودخل عليهم اللي هو صاحب العمل وصار في نقاش بينهم. فالحمد لله اتقنت الادوار كلها. بسم الله عليك. المصري والسوداني اليمني صاحبهم او كفيلهم الافغاني بلهجته المكسره العربي
فالحمد لله يعني سويت سكتشات جميله في كذا يعني. من المواقف الطريفه انه وقت كورونا كان فيه مسلسل ضرب الرمل فنان خالد عبد الرحمن، كان فيه ممثله اسمها يارا الشهري جابوها، كنت انا اللي اعلمها اللهجه القصيره، ادربها على انا اللي ادربها على لهجه القصيره. ما شاء الله عليك. طيب يعني انا حجازيه ويشكوا اني سعوديه، اي اسمع كل الجنسيات تنطبق علي، يعني ما ادري ليه بيجردوني من الجنسيه السعوديه. بس انا ودي اسالك يعني ايش هي اكثر الكلمات صعوبه الناس ما يعني ما تفهمها، ما تفهم معناها؟ كلمات قصيميه سمهو بهلزت يا ابو هليل، ها سبتايتل عاد اجتمعوا ما شاء الله الاثنين. سمهو بهلزت يا ابو هليل، ايه ايش يعني؟ كم يعني كم السعر او تمهوبه؟ تمهوبه كم السعر؟ اي طيب وغيره؟ تمهوبه في كلمات كثيره انا اشوفها انها طبيعيه، انت تشوفها عاديه. منتبع عدد هذه جديده علي دي. شفت شلون انا بعدين اعلمك. لا لا اصبر، بوبو هنا تحكير. لا ما راح اقول شيء، لكن في كلمات قديمه جدا يعني صارت الان ما تستخدم او ما اندرجت. هذه من كلمات اهل بريده يعني من تبع اتوقع اذا انا ماني بغلطانه يعني انا اتذكرها من زمان وانا صغيره. فاذا ماني بغلطانه يعني انت منت بقد هذا الشيء، انت ما انت بعدده. ما احب اتكلم ما انت بعدده. صح ما انت بعدده. صح عموما في كلمات ساده يعني احسن ساهل. اذا احد مثلا قلت انا صار لي كذا وكذا وكذا تقولي لا ساده. ساده احسن. تستاهلين. لا لا تستاهل. تستاهلين. ساده حلو. بو كلمات كثير يعني مثلا في يعني بو كلمه منتشره ودارجه، عرفت شلون؟ اللي هو مثلا كلمه استغراب لو تش. ها تش تش. أنا أول مرة أسمع. لا 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 أحد قال يعني راح تش. إيه. فكلمة تعجب. تعجب. إيه فهي تكون بالنسبة لنا عادي يعني. والله كان تش ورات إذا أنت. إيه فش. والله أختي حلوة اللهجة القصيمية حبيت يعني. إيه لكن اللي قاعد يتكلموا هنا غالباً يتكلمون به بريدة. إيه. لكن اصعب شيء احس اهل بريده في اللهجات. بالضبط. اهل عنيزه اخف شوي. سهلين. البدايه لهجه بيضاء. لهجه بيضاء يعني صح من القصيم بس لهجه الرس. بيضاء نفس الحكايه لهجه بيضاء. كيريه كلهم غالبا اللي يتميزون فيهم بريده عنيزه، هم اللي شوي يعني مميزين يختلفون عندهم اللهجه. الباقيين لهجه واحده. طيب خلينا يعني نسألك عن أهل القصيم كيف تعاملوا معاك يعني أكيد طبعاً تكبرت بينهم اسم الله يعني في الآخر واحد منهم وفيهم، بس ودي أعرف يعني تفاصيل أكثر كيف الجيران أصدقائك أشياء. للأسف تعامل جداً جميل. حلوة لا صراحة ما حسيت إني غريب عنهم. أنا زي ما قلت لك بالبداية المجتمع القصيم ميزته أنه مجتمع سفنجي يتقبل الجميع. يتقبل جميع أطياف. لما كنت صغير يا جعفر ما كنت تحس بالمضايقات؟ فأنت من اليوم تقولي لي جعفر، ترى العائلة إحنا جعفر. طيب حمزة. حمزة سوري. حمزة جعفر. حمزة سوري. ما كنت تحس بالمضايقات بخصوص وأنت صغير بالمدرسة؟ شوف المضايقات إلى تنمر الأطفال عموما عادي عادي. هو على حسب شخصية الشخص نفسه يعني. أي. انا اقدر اكبر الموضوع واقدر اصغره. بس تجيك اكيد اكيد الى الان عادي. الى الان العنصريات في جميع اقطار العالم حلو، لكن الشخص هو اللي كبره هو اللي صغره عادي يعني. مثلا من الدارج بين مثلا يقولوا يا مصري ولا يا طعميه. طب عادي يعني شو المشكله؟ وانت تقوم ترد تقول يا كبسه يا سعودي يا شو المشكله يعني؟ يعني ما عادي، ما احنا كلنا بني ادمين عادي يعني. فهو ما حسيت بالشيء هذا لانه انا اساسا زي ما قلت اجتماعي. هو احنا لما نتكلم على المجتمع ككل الحمد لله يعني المعروف فيها المملكه العربيه السعوديه انها متسامحة متقبلة منفتحة. صحيح. صحيح. في كثير أصلا عندنا عادات وتقاليد بسبب كبر المساحة وأصلا اختلاف الثقافات ما بين فعلا نفس ومن أبرز الأشياء اللي هو موجودة في
مهرجان يقام في غالب جامعات المملكة اللي هو مهرجان تراث الشعوب، اللي يشاركون الطلاب طلاب المنح الخارجية اللي تمنحها المملكة جزاهم الله خير منح دراسية بالمجان، جامعة القصيم، بالجامعة الإسلامية بالمدينة، جامعة أم القرى، فيه مهرجان تراث الشعوب كل يشارك بدولته. فالمجال مفتوح، الساحة مفتوحة لجميع الدول. وهذه أجمل الأشياء صراحة اللي تخلي مثلا واحد مصري ينشأ ما يحس بال ما يحس بالفرق، ما يحس بالغربة، الغريب ما يحس بالغربة، ما يحس بالغربة أبدا. يعني حمزة، لو نبي منك نسمع رسائل تحب توصلها للعالم وللسعوديين والقصمان خاصة، شلون نوضحها أكثر؟ نبي رسالة، إيش الرسائل اللي أنت تحب توصلها؟ يعني مثلا الرسالة اللي بخاطرك يعني تحب كلمة أو شيء أنه أشرح العالم وش السعودية مثلا أو ممكن ألخصها بكلمات بسيطة، يعني شعب عظيم وقيادة أعظم. الله، ما ما في شيء صراحة يوصف يعني الشعب السعودي إلا أنه شعب عظيم بكل أطيافه وبكل فئات وكل مجتمعات. يعني ما أقدر، يعني شهادتي فيهم مجروحة صراحة. القصمان أهالي وربعي أكيد، ما حد يقدر، يعني ما أقدر أني أوصف أهالي أو أهالي وربعي القصمان. حمزة جعفر، أنت ولدنا ومننا وفينا، يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا. الله يرضى عليك، الله يسعدك، يشرف. مشاهدينا، خلونا نطلع فاصل سريع من بعد مكملين. في فقرة تقول رأيك اليوم، مبارك سأل الناس سؤال غريب وهو عن الاسم الحركي اللي يستخدمونه إذا كان عندهم. خلونا نسمع ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة تقول رأيك. قول رأيك، قول رأيك. سؤالنا اليوم في قول رأيك يقول: إيش الاسم المستعار أو اللقب اللي يطلقون عليك الناس؟ خلونا مع بعض نشوف اليوم أبرز الإجابات. اسم مستعار اسم الشهرة حقي في السناب، اللي هو دكتور ثوغونومكس. مرة ثانية، دكتور ثوغونومكس، يعني دكتور سفاح. طيب ايه، لأن هذه طلع اسم الشهرة جون سينا، أنا أحب جون سينا. جون سينا، والثاني وش اسمه؟ دكتور ثوغونومكس. معلش، دكتور ثوغونومكس. يعطيك العافية. الله يعافيك. بابا يناديني إبراهيم بالعادة. ليش؟ عشاني يعني على قولتها جنية شيطانة هبلة. تشرين. ليش؟ عشان شهر ميلادي ولأنه شهر 10 يعني، وفيكم متقلب الأجواء، متقلب المزاج. متقلب المزاج. مين يناديك بالاسم هذا؟ بالسوشيال ميديا وبعضهم يعني من الأصدقاء والأقارب. الشامي. ليش ينادونه كذا؟ لقب العيلة. بس اللهجة أنا ملاحظة أنها مصري. والشامي؟ شامي. من متى ينادونك طيب بالاسم هذا؟ مثلا 5 سنين. اللقب شمايزر. شمايزر؟ ايه. ليش ينادونك بالاسم هذا؟ يعني حبيت اللقب ومن اول نتشارك انا واصحابي، هو نوع من انواع الاسلحه طبعا، وسلاح قديم ومعروف وعليه الكلام يعني. طيب ايه، بندقيه، رشاش موجوده، تبي تجربها؟ اخوي فينا شرك. يلا بالتوفيق لك، يعطيكم العافيه. الحين بداية أنت ولا شيء؟ والله اللقب طال عمرك فيه لقب قديم، يلقبوني فيه راع لبل. أوكي. إيه. جديد. جديد راع كيوت. ما عاد فيها. ما عاد فيه بل خلاص. اللقب أبو فزاع. طيب ليش ينادونك بالاسم هذا؟ ولدي الأول فزاع، وحاب الاسم هذا بحكم قرايبي من الإمارات وحاب الاسم الإماراتي، وهذا فزاع. ما شاء الله. كيف حالك؟ طيب. طيب بالغالب يعني اغلب الناس يسمون على اسم الجد او الاب. نعم. ما صار معك يا لا، لان اخواني الكبار سموا على اسم الجد. نعم. الحركه ابو جميل في لقب؟ لا، هو حركه ولقب اثنين في واحد. متى بدا معك الاسم وليش؟ متى بدا؟ والله اسم الوالد وبدا خلاص ابو جميل. ابو جميل عند الجميع، ابو جميل، ابو جميل، لان اللي معروف انت يعني الاسم
الاسم لاني جميل بعد. هو ما يحتاج. عرفت المقطع اللي. لا ما عرفت المقطع. ابو جميل. ابو جميل. حبيبي يعطيك العافية. يعني اللي انا فهمته من السؤال غير لما شفت في مبارك المقابلات توقعت يعني اسم حركي بس اللي انا سمعته مع مبارك يعني زي اللي احنا نقول عندنا في اللهجه العاميه معيارتك وشي اوكي صح؟ يعني هي جزء منها بهذا الطريق يعني الناس حتى ترى على الفكره اللي كل يطلعوا مع مبارك ضيوف مبارك فهموها باكثر من طريقه يا يعني انها تكون مثلا ككنيه او انها تكون ايش قلت انت معياره اي هذه الاشياء معيارتك اي عياره وما ادري المهم بما معنى يعني انت انا إيه؟ يو انا اسماء مره كثيره هاتي ابو علي في ثنتين يعني هي ما اقدر اقولها خفت تمسك علي ايوه اعرفهم انا إيه؟ باللي قلتها قبل شوي إيه؟ واحده بسيطه سهله ممكن اسمها مقلوبه ايوه والله شوفي انا عن نفسي ما اذكر يعني انا صغيره يعني ما شاء الله علي شخصيتي قويه وفصيحه فكان في مسلسل اسمه مفيد الوحش تتذكريه لايمن زيدان ما اعرف ليش يعني كانوا اولاد عماتي وعماني ينادوني مفيد الوحش يعني مع اني انا كائن لطيف بس زمان لا ما كنت كائن لطيف سبحان الله شايفه انا كل شيء استهلكته من بدري فانا الحين خلاص يعني وصلت للمرحله الخاصه اللي انت تعبتي تبغين الهدوء والاستقرار لكل شيء خلاص انا الحين رؤى وهادية والأمور كلها طيبة أتذكر من زمان لما ولدي كان صغير قال له أحد يعني كلمة قلت يا ربي أسكت ما أسكت أسكت كنت نزاع مع نفسي وفي كل مرة أقابل هذا الشخص يقول لولدي هذه الكلمة آخر شيء ما قدرت أسكت قلت إن سكت بكرة بتصير معيارة وأنا ما أحب أنه أنا تلصق في طفلي أي معيارة أو أي كلمة بكرة ممكن تهز من شخصيته حلو فلازم الواحد بعد ترى فعليا يكون واعي ومنتبه لهذه النقطه يعني الاطفال خاصه الصغار لما تنادون بناتكم باسماء المجنونه ام الشوش المنكوشه فيها القمل المخشوشه ابو راس الاسماء هذه اللي احنا نشوفها تضحك واحنا نضحك عليها واحنا نقولها لاطفالنا ترى تاثر على الاطفال مره كثيره خاصه اذا كبروا ممكن بكره تهز شخصياتهم فانا اشوف انه المفروض كل الامهات وكل الاباء وكل الاخوان والاخوات الكبار يتفقون إنها ما ترضى إنه طفلها أو أخوها إنه يلقب باسم مو حلو ومو بحسن إنه عشان يكون أضحوكة يعني لا طبعاً أتفق معك أنا بأمانة يعني لما قعدت أقرأ عن الأسماء المستعارة أو الاسم الحركي أو أشياء كثير من هذا النوع بصراحة أول ما لفت انتباهي أودي ليش في بعض مستخدمي السوشيال ميديا يسموا نفسهم أسماء حركية مختلفة تماماً عن أسمائهم الحقيقية يعني والدراسة على فكرة كانت فيها تفاصيل كثير يعني في بعض الأشخاص يحب يسمو مثلاً يسمي نفسه اسم معناه اسم قوي بما معناه يكون نوع من أنواع الأسود أو بما معناه مثلاً يعني يكون شيء كويس والهدف منها أنه أنا ما أطلع بشخصيتي الحقيقية أو باسم الحقيقي لأنه الاسم في الآخر يكون صورة عن الشخصية فأنا ممكن أطلع مثلاً على سبيل المثال في السوشيال ميديا بشخصية مختلفة عن شخصيتي الحقيقية أو شخصية أنا أتمناها وهذا اللي دارت تحت اسم مستعار هي اسمها معيارة ولا عيارة؟ عيارة أنت بتقولي معيارة ومن أول عشان كذا أنا مستغربة بس أنا عارفة اسمها عيارة أنا ما أدري أنا أحسها معيارة وعيارة كلها واحد نطلع فاصل أنت أمس كانت العقبات قلتي إيش؟ عقوبات وبرضه مشيت لك اياها معلش معلش انا دائما اشقلب الكلام انا مهمتي في الحياه اشقلب الكلام بس المهم انه المعنى واصل خلاص الحمد لله وصلنا خير صح وصلنا خير يلا بما انه وصلنا خير خلينا نطلع فاصل من بعده نرجع نكمل طيب مشاهدين رجعنا لكم من بعد الفاصل وفي هذه الفقرة راح نتكلم عن موضوع منتشر كثير على السوشيال ميديا وهذا النقاش دائما فيه مؤيد ومعارض الموضوع يتكلم عن تواجد كبار السن اللي أنا بصراحة ما أسميهم كبار سن أسميها مراهقة ما بعد الأربعين وجودهم بكثرة في المولات وحتى في المقاهي البعض يشوف أنه من حقهم وأنه عادي تكون هذه الطلعة عشان ممكن هم يغيروا جو والبعض الآخر يقول إيش
انه هذا النوع من التواجد في المولات ممكن هو يسبب بعض المضايقات. انا في البدايه قبل لا نتكلم عن هذا الموضوع طبعا مع المختصين، انا ابغى اسمع رايك يا اودي في تواجد كبار السن الرجال تحديدا في المولات، التمشيات. شوفي رؤى، انا احس انه اجواء انا تخلي الواحد يروح يتمشى في المول. تمام. يعني خاصه الرجال يمكن ما يبون يطلعون يتمشون برا او بالممشى، حر عليهم. فعادي ليش لا، بس اهم شيء انه هو ما يضايق احد ولا يقرب احد، يعني هو يكون بنفسه قاعد يمشي، ليش لا. هذا الطبيعي، لكن اللي انا اشوف عليه اكثر شيء نقاش اودي اللي يكشخ ويترسم ويمسك السبحه بايده ويقعد في الكافي شوب وينازل ويغازل ومش عارف مين، يعني حتى لو ان شاء الله ما سوى حركه بس كذا يوحي لك انه هو شخص متصابي، يزعجوك لو شفتيهم. انا بسالك رؤى سؤال، هل لما تشوفين رجل مهندم، لا خلينا نقول ايوه طيب، طب خليني اقول لك رجل كبير في العمر مهندم لابس ثوبه وماسك سبحته، هل انا او انت بننظر له انه هو طالع علشان شيء غلط؟ لا خلصنا فكيت صح، نخلص الفقره. طيب اذا خلينا نتفاهم يا رؤى. طيب عموما لا يعني هي لو نبغى ندقق فيها اكثر، طبعا هم فيها في ناس، الناس الطبيعيين اللي بيطلعوا بيتمشوا، وفي ناس اصلا بيمارسوا رياضه في المول بما انه هو مكان مقفل. نتكلم عن كبار في السن اكثر من فوق الخمسين، لكن للاسف انه برضه في فئه ويمكن هذه الفئه اللي احنا قاعدين نناقشها اكثر في هذه الفقره، ودائما نسمع عنها مصطلح انه في المول الفلاني تلاقوا هناك الشوغر دادي. عموما راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر، ومن اكثر وجهات نظر مختلفه. اول شيء خلينا نرحب بضيفنا عبر سكايب الاستاذ احمد الضفيري، كاتب صحفي. اهلا وسهلا بك استاذ احمد، نورتنا اليوم. اكيد يعني هذا الموضوع كالعادة في مؤيد ومعارض، وفي ناس يشوف إنه من حقهم إنهم يتواجدوا الرجال أو كبار السن في المولات، والبعض الآخر يقول لك لا تواجدهم بيكون مزعج. لكن خلينا في البداية نفهم منك ليش ارتبط تواجد كبار السن في المولات بمصطلح شوغر دادي؟ أولاً أمسي عليكم بالخير جميعاً، ثانياً بالنسبة لهذا الموضوع المهم جداً واللي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، المصطلح تاريخيا بدأ من القرن الماضي، وكان يتكلم عن فكرة أنه رجل كبير بالسن يمتلك الكثير من المال مرتبط أو يبحث عن علاقة مع شابة صغيرة، هذا المصطلح الأساسي. لما تم تواجدهم في المولات وأصبح هناك وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح هناك باحثين عن صناعة المحتوى، تحولت هذه الفئة بشكل عام السلبي والإيجابي للجميع تحولوا إلى محتوى عند بعض صناع المحتوى من أجل فقط إثارة الجدل والحديث عن هؤلاء الناس، بأنه هؤلاء الناس يأتون إلى هذه المولات من أجل البحث عن اصطياد الفتيات الصغيرات، من أجل الغزل، من أجل البحث عن العلاقات فقط، مع أن في الحقيقة فكرة المولات بحد ذاتها قائمة على أنها ليست تسوق الوحدة، هي تسوق وترفيه. فهذا الشيء يخلينا أولاً نهدى قليلاً، نتراجع الوراء خطوة، نعامل هذه الفئة كما نعامل أنفسنا، مثل ما نحن نرغب لأنفسنا بمكان نتواجد فيه ونمارس هواياتنا سواء كان تسوق أو الترفيه أو أي كانت، يجب أن نحترم هذه الفئة وأن نقدر لها تواجدها في هذا المكان. طبعاً هناك في حالات سلبية، لكن ما نعمم هذه التجربة على الجميع ولا نخليهم محتوى بحيث أنه أجي وأفتح بث في أي تطبيق وأقول والله الفئة الفلانية موجودة، هذا طولة كده وهذا شكلة كده وهذا مدريش، لأن هذا الباب يفتح أنه يجيك بكرة واحد ويقول على شكلك أنت والله وجهك تمساح، أنت شكلك مدريش، أنت دب، أنت قصير، أنت مدري. فهذا الكلام من الأساس إذا عندك عامل توعية الفئة محددة، وهذه الفئة يعني فيها فئة صغيرة ممكن أنها ترتكب الخطأ، نحن لسنا في مجتمع ملائكي والحياة أصلا مبنية على سلب وإيجاب، زين وشين، وهذا هي الفكرة الأساسية من هذا الأمر. يعني زي ما احنا نقول أستاذ أحمد أنها هي أخطاء فردية لا يحاسب فيها فئة من الناس. نعم. طب أنت كوجهة نعم. نظرك كيف تشوف أنه هذا الشيء الأخطاء الفردية هذه أثرت على الكثير؟ طبعا انت خاصه العمر هذا تحديدا
الجميع يرى على أن عمر يعني حيوي، يمتلك خبرة، يمتلك تراكمات من المعرفة، يمتلك تراكمات من التجارب الإنسانية. من المفترض أن ما يصدر منه أي خطأ، من المفترض أن ما يصدر منه أي تقصير. لذلك المجموعة ككل يجب أن لا نتعامل معها الأخطاء الفردية. محاصرة هذه الأخطاء الفردية تكون عبر الأعمال التوعوية، عبر البرامج التلفزيونية، عبر الصحف، عبر نقد للحالات الفردية، ولا نعمم هذا الشيء بطريقة صناعة محتوى أنه هذه الفئة تأتي من أجل الفساد، من أجل البحث عن السوء، من أجل البحث عن الأشياء السلبية. نحدد الفئة التي نريد أن نستهدفها من ضمن المجموعة ككل ونتكلم عنها بنقد إيجابي قد يعزز فيهم أو يزرع فيهم أنه الأشياء اللي تمارسونها خطأ. أنتم ممكن بوجودكم في هذا المكان ضيقتوا أسر، ضيقتوا بنات صغار، ضيقتوا شباب جايين، يعني أيا كانت الفئة اللي تضايقت منهم أنتم ضيقتوهم في حركات قد تكون حتى يعني تصل بين قوسين حد القباء. يعني أنت لما تجلس في الكوفي قدامك وتناظر شخص بحد ذاته، أنت يعني ضيقته وحرمته حريته وحاصرته وقيدته. فأنت بدلا من هذا الشيء يجب أن نوجه نسلط الضوء على هذه الفئات الفردية ونحاول أن نحسن من فكرتهم أو نظرتهم للمشاركة مع الآخرين. يعني على أرض الواقع أستاذ أحمد، يعني أنا أنزل المول وعندي بنت ما شاء الله أطول مني وقاعدة أشوف على أرض الواقع إيش العينات أو بعض الأشخاص اللي يكونوا متواجدين في هذا المول. أنا ما أعمم، صحيح في ناس يعني حالهم حال نفسهم وفي ناس للأسف يكونوا متواجدين بالطريقة المزعجة لدرجة أني أنا منعت بنتي أنها تنزل مول. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، يعني بتقولي احنا لازم نوعيهم ونكلمهم ونفهمهم، هم كبار في السن وهم عندهم هذه المشاعر اللي ترضيهم بشكل او باخر. طيب كيف ممكن توعي رجال بالغ تقولوا لا ما يصير كذا يا بابا، ما يصير؟ عبر اللقاءات اللي مثل هذه. طيب لما صوتك ورسالتك توصل وتقولين انا منعت بنتي من انها توصل المول بسبب مضايقة أو رؤيتها المشاهد ما ودنا تشوفها، أكيد أن الرسالة بتوصل، وأن الإنسان مهما وصل فيه السوء يصل عند نقطة ويعرف أنه على خطأ. أستاذ أحمد، يعني أنا ما أحب أقول جودة حياة كبار السن، لأنه أشوف أن البعض ما يشوف نفسه كبير سن، يشوف أنه هو من حقه أنه هو يحصل على هذه الأشياء. أنت من وجهة نظرك إيش عندك مقترحات ممكن تساعد في ترفيههم أو تحسسهم بالراحة نوعا ما؟ يعني لما أنت تقلل من الضغط عليهم، لما تقلل من نظرتك السلبية تجاه تواجدهم، أنت ساعدتهم ودعمتهم بأن يحسنون حتى من طريقة تفاعلهم مع المحيط الموجود. أنت لما تستقبلهم استقبال جيد، أنت لما تحاول ما تعزلهم كفئة يعني مهمشة بس أنك أنت كبير سن. نحن الآن في مرحلة عمرية في القريب العاجل سنكون في المرحلة اللي يعيشونها، لن نرتضي لأنفسنا أن نكون معزولين، أن نكون لوحدنا. مشاركتنا وتفاعلنا مع الأحداث الموجودة كلها بالعكس هذا شيء إيجابي. لذلك إذا وجدنا هذه الفئة موجودة في مول في أي كان، من الجيد أن نتفاعل معهم، من الجيد أن ننظر لهم نظرة فخر، نظرة اعتزاز، حتى نستقبلهم بابتسامة. السيء لن يكون له صوت وصدى في ظل مجتمع متكافل ومجتمع متعاون في محاصرة هذه الحالات الشاذة. لكن قصة أنه المجموعة ككل بالعكس إذا تعاملنا معهم تعامل إيجابي، فتحنا لهم صدورنا وفتحنا لهم ابتساماتنا واستقبلناهم استقبال جيد وكنا معهم وما انتقدناهم الانتقاد الهدام، الانتقاد اللي يكسر من أرواحهم، الانتقاد اللي يعزلهم عن الحياة بشكل تام. ولا ننسى أنه في فرق بين المدن الكبيرة وبين المدن الطرفية. المدن الطرفية الحياة فيها بسيطة شوي، فيها دواوين ومجالس ومدري إيش، يجد كبير السن أماكن ترفيه له. لكن المدن خاصة مدن الأعمال من الصعب أنك تجد حياة اجتماعية يعني توفر لهذا الرجل مساحة أنه يعبر أو يمارس هواياته، فيجد في هذه الأماكن راحة. لذلك من المهم أن نتفاعل معهم وأن المولات أنفسها يعني تقدم مبادرات ترفيهية، مبادرات تتوافق مع المرحلة العمرية اللي يعيشونها أو المسنين.
سواء عن طريق مسابقات يقدمون لهم، مسابقات فكرية، مسابقات تقديم مقترحات، أيا كانت الأفكار بلا شك إنها كثيرة. وإدارة المولات بالعكس تستفيد من هذه الفئة من خلال استقطابهم، من خلال تواجدهم، من خلال حتى أنه يكون فيه زخم في تنوع الفئات المجتمعية المتواجدة في هذا المول. يعني المولات في الآخر هي مكان عام من حق الجميع، بالعكس يعني الكبار في السن هم فئة من هذا المجتمع، فأنا أتفق معك أنه مو المفروض يتم عزلهم أو حتى يخف طريقة التواصل بسبب اختلاف الأجيال أو تباعدها. يعني بنيتي الله يحفظها تأخذ أبويا اللي هو جدها، يروحوا المول ويروحوا يفطروا ويتعشوا مع بعض. بالعكس أنا أتكلم عن بعض السلوكيات الخاطئة، وزي ما ذكرت أستاذ أحمد يعني مهم جدا يكون في أماكن مناسبة حتى هم يطلعوا ويغيروا جو، ويكون عندهم كوميونيتي أو مجتمع مختلف يكونوا متناسبين أو حتى في بعض الأفكار المتشابهة. عموما أكيد إحنا نشكر تواجدك ومدخلتك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. أنت شو رأيك؟ والله يا أودي شوفي، أنا عشان لا يكون كلامي يعني يفهم بطريقة خاطئة، أنا أكيد أركز على الفئات اللي هي بالأساس قاعدة تمارس سلوك خاطئ في مكان يعتبر عائلي، يعني ما هو مكان تجمع للشباب. في الآخر المولات فيها الحريم والرجال الكبار والصغار وكل الفئات وكل الأشخاص بيكونوا متواجدين، لكن بالأساس لما أحد يلبس ثوب مو ثوبه في مكان غلط وبيأثر على الناس اللي حوله وحرية الناس اللي حوله، هذول الناس اللي أنا طبعاً أكيد أنتقدهم وأقصدهم. طبعاً المضايقات من الكل، يعني من أي أحد، سواء كانوا شباب، الآن حتى في بنات يضايقون، صح صح، في كبار بالعمر يضايقون، بس الشيء المفروض الواحد يفهمه ويتعلمه ويعلمه عياله أو بناته أنه كيف الواحد يحترم نفسه علشان يحترم الناس اللي حوله. أكيد. أكيد في وجهة نظر أخرى الكاتبة بسمة السيوفي تحدثت عن الموضوع بمقال يحمل عنوان قاسي وهو عواجيز المول، رح نتكلم عنه بتفاصيل أكثر. تنضم لنا عبر سكايب دكتورة بسمة السيوفي، أهلا وسهلا فيك دكتورة بسمة. أهلا وسهلا، على مرحبا وشكرا على الفرصة الجميلة. حياك دكتورة بسمة. عواجيز المول، يعني ما حسيت الكلمة قاسي؟ أنا وأنا أنطقها أحس فيها قسوة ماني قادرة أقولها. وهو المطلوب إثباته. بداية طبعا أكيد تعرف أنه من أقوى أدوات الكاتب أنه يختار عنوان مثير للجدل، ومن ثم يعني كأنه بيصطاد القراء لقراءة المقال بالكامل. فالمقال فيه من الإيجابية والسلبية، لكن حقيقة اللي دفعني للكتابة هو القصة أو جزء من مشهد أنا رأيته في المول، خاصة أني من يترددوا على مول معين يعني في شمال جدة، والواحد بيمشي فيه مرة كثير يعني رياضة المشي، وبيقابل كثير من كبار السن رجال وسيدات من الزميلات وأيضا من الرجال الزملاء، لدرجة أنه أصبح في علاقة ود، وخلال المشي أنه ممكن نشوف أحد من العواجيز الرجال فنقول صباح الخير أهلا وسهلا، لوجود الألفة أن احنا على الأقل نشوف بعض ثلاثة أيام في الأسبوع أو حاجة زي كده لرياضة المشي. لما نتكلم عن عواجيز أو عن ظاهرة وجود كبار السن في المولات أو في الأسواق التجارية، أي ظاهرة تعني أن هناك تراكم لسلوكيات معينة مستمرة لفترة طويلة. المقال ده تقريباً له سنة، وما زالت الظاهرة يمكن كبرت أكثر، نحن صرنا نسمع كمان شوغر ماميز مو بس شوغر داديز، صح؟ فأصبح شيء حتى في أماكن معينة نسمع يعني من الأوساط أنه ترى يتكاثر فيها لا أكثر من الآخرين. فأصبح كظاهرة يجب أن تحارب، وفي نفس الوقت مو بوصمها بالسلبية الكبيرة جدا اللي تقول إنه ترى هذول ممنوع يدخلوا المولات أو المفترض إنه ما يكونوا في المولات، المفروض يكونوا في السوشيال سنترز اللي هي المراكز الاجتماعية يحصلوا لهم شيء مفيد في الحياة. ولكن إحنا دولة فتية، لما نتكلم عن دولة فتية نسبة 60% يعني من 15 سنة ل 35 سنة أكبر عدد السكان عندنا يتراوح في هذا الرينج.
لكن بعد فترة خاصة مع تناقص عدد المواليد، خلينا نتكلم من 10 ل 20 سنة، ستصبح هذه الفئة أكبر، خصوصا مع وجود أنه الأغلب الموظفين أو اللي يشتغلوا بيتقاعدوا تقاعد مبكر، يعني بيطلع هو عمره 50 سنة، بيطلع هو عمره 55 سنة حتى يعمل في القطاع الخاص، أو حتى أنه ما هو محتاج يعمل ولكن عنده من الخبرة والمهارة ما يؤهله لأنه يشتغل في أي حاجة، لكن هو يفضل أنه يستريح. فهنا لا يمكن نحن نعمم أبداً في أي ظاهرة بالسلبية، ولكن هي ظاهرة حقيقية تدعو للتأمل والدراسة والبدء في يعني الحد من تفاقمها، بدرجة أني أنا يجب أن أوجد بديل. يعني من حق أي شخص فينا أنه يتناول فنجان قهوة، أنه يقابل أصدقاء، أنه يتسوق، أنه في جو مريح مليء بدون ما تكون في أعين بتراقبه أو شخصيات معينة جالسة على نفس الكرسي يومياً ثلاث ساعات في رايح والجاي، معروف انه هو قاعد فنجان وراء اخر بس يراقب من يمر من هذا المكان. فهذا ما كنت اقصد به في تناول عينه من هذه العينات. دكتوره بسمه، يعني اذا كان هو يراقب كيف اخلوه يراقب؟ يعني عادي هو من حاله يراقب طالما هو ما ضايق الناس، فايش المشكله؟ اتفقنا. اكيد بالضبط، لكن اذا زادت الى نظرات مزعجه، إذا تجمعوا أكثر من شخص مو واحد، يعني أصبح إنه وجود شخصيات مضادة لهذا التصرف، يعني أنا ممكن أمر وأطل فيه بطريقة إنه يعني إيش بتسوي؟ دكتورة بسمة السيوف يعطيك العافية وشكرا لك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع ومن بعد مكملين. الناس اللي ما سافروا هالصيف أكيد استغلوا وجودهم هنا بفعاليات وأمور كثيرة، إذن خلينا نسلط الضوء عليها. وفي واحدة من أحلى الفعاليات اللي صارت كانت تهتم بالطفل وبالتحديد في منطقة أبها، واللي عملت عليها رحاب الزهراني كأول رحلة تخييم للأطفال في المنطقة. زميلتنا أمال علي أعدت لنا هذا التقرير، خلونا نتابع. صاحبة مشروع كان الأول من نوعه اللي هي تعليم المهن للأطفال، كان ترفيهي وتعليمي وحصل على صراحة يعني شعبية واسعة جدا، فمشيت في هذا المجال وكملت سويت المشروع الثاني اللي هو المغامرات والتخييم في فعالية نفس، ويستهدف فئة الأطفال لأن غالبا صراحة هو برضه قليل من نوعه لأنه هنا السيفتي عالي، يعني بما أنها منطقة مغلقة وتوفر فيها غابة ويعني وهايك مسار بسيط جهزته للأطفال، فكان تجربة صراحة ممتعة وجديدة على الأطفال، بالغالب جديدة على الأطفال كلهم. عشان أكتشف الطبيعة وأشوف الصراصير السامة أو المو سامة وأشوف الحلزونات. اخترت الفئة العمرية اللي هم الأطفال، صراحة هو لا هي دراسة ولا شيء، هو حب وشغف، يعني أحبهم وأحب إني أوصلهم المعلومة، أحب لما يكون الطفل فخور بنفسه، هذا يعني يعتبر إنجاز بالنسبة لي. طبعا كان فيه التحديات والعثرات من ناحية التخييم والمغامرات، الأمطار الغزيرة فقط، يعني الأمطار الغزيرة كانت شوية صعوبة بالسيطرة ويعني أخاف عليهم من هذه الأمور. المكان لقيته مناسب لما أنا شفته كغابة وكذا، فجاني إلهام إنه فجأة لازم هنا الأطفال يستمتعون بهذه المنطقة، يعني كيف أستغلها؟ فافتكرت إنه لازم أسوي لهم هايكينج مبسط وتخييم يعيشون أجواء الخيمة والرحلات اللي ما يقدرون يسوونها للكبار، ومن ضمنها عشان تعليمي وترفيهي وبرضه شعور بالفخر إنه يكون في صناعة يدوية. عندي 4 ورش عمل، هي صناعة الصابون من وحي الطبيعة، فيها عطور زهرية اختارها كلها الطفل، في عندي تزيين الشموع برضه من الزهور وأشياء الطبيعة، عندي كمان التشجير أخليهم يزرعون النبتة ويأخذونها معاهم، ونجيب لهم حيوانات لطيفة نعلمهم إعادة تدوير السماد وهذه الأمور،
الورشة الرابعة برضو فنون ريفية من وحي الطبيعة، يأخذوا شجرة الصنوبر يلونونها، يأخذوا العيدان الخشب ويلفوها على القزاز الفازة زي اللي كأنها شمعدانة. والله شو اسمه شفت أشياء جديدة وشفت الأشجار والجو حلو وجو ضباب وبرود حلو، وشفت خنفسة، شفت حلزونات كثيرة وجراد. المعلومة كيف شكل الرمان، شجرة الرمان أول مرة أشوفها وعرف كيف شكلها. الحمد لله كان في إقبال كبير جدا ومختلف من أنحاء المملكة وانطباع جيد من الأهالي، وهذا الشيء صراحة خلاني أستمر في هذا المجال ومشيت عليه وركزت عليه، يكون كل شيء مختص للأطفال بتجارب مختلفة، يعني أستهدف كمان المتعة والإنجاز والتعليم والترفيه. أضفت كمان بإذن الله اللي هي المناكير وبدكير أسباء أو صالون مثلا نقول مختص للأطفال، وفي عرض أزياء أميرات ديزني بما أن البنات يحبوا هذه الأشياء، فوفرت لهم أيضا قلعة مصغرة يكون فيها ملابس ديزني وأميرات ديزني، التاج، الأكسسوارات، كل أمور التزيين بإذن الله. أكيد نشكر زميلتنا أمال على هذا التقرير. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل. اليوم حابين نتكلم في موضوع مهم ويمكن يمس الكثير من الأسر في وقتنا الحالي، خصوصا مع زيادة فرص العمل وتوفرها للمرأة وبعد للرجل، وهذا الموضوع هو الدوام الإضافي للوالدين وكيف ممكن أنه يؤثر على الأسرة. تنضم لنا للحديث عبر الهاتف حبيبتنا الدكتورة زهرة المعبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة زهرة. يا هلا يا مرحبا، أهلا وسهلا، وحشتينا من زمان عنك. يخفي عليكم الله يرضى عليكي، وإنتوا كذلك الأمر. يخليك يا رب دكتورة زهرة. دكتورة زهرة خليني أسألك، هل أنت مع الدوام الإضافي للوالدين سواء للزوج أو الزوجة؟ أنا؟ هاي دكتورة زهرة، ما عاد نسمعها دكتورة زهرة. أيوة معايا، راح الصوت. ألو، أهلا أهلا دكتورة زهرة، معاكي. للأسف أنه شكله في مشكلة في الاتصال. أودي أنا حابة أسألك، أنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟ أحس أنه الحياة توازن، إذا وين كان التوازن؟ تشتغلي 8 ساعات وكمان تحتاج شغل إضافي 4-5 ساعات، ليش إذا كان شيء مؤقت وأعوض عيالي بالويكند حقهم؟ وإحنا الحين ما عد، إحنا زمن الآن لازم الرجل والمرأة يسوون هذا الشيء رائع عشان أنا أمن حياتهم، هم حياتهم كأطفال، بس أكون مأمنتهم إنهم هم في بيئة قاعدين، بيئة كويسة، معاهم أمي مثلا، معاهم خالتهم، معاهم أحد من أهلي، ويكون معاهم المساعدة أو تكونون عند جدتهم مثلا. وأعوض الوقت هذا حق الشغل اللي أنا اشتغلته أعوض مع عيالي في الويكند. ممكن، شوفي أنا أقول برضها مسألة نسبية تختلف على حسب ظروف الناس. صح. مثلا أنا شخصيا أقول لك لا والله، أنا إنسان أحب أعيش حياتي بتوازن، ما راح أقضي كل حياتي أنا قاعدة أشتغل يعني 24 ساعة ولا 12 ساعة، لا أنا بشتغل وظيفة كويسة دخلها ممتاز، ممكن أشتغل على شغلي الخاص بس أني أشتغل وظيفة ثانية لا، وبصراحة أنا أفضل أن يكون عندي وقت للترفيه لي أنا شخصيا وحتى لحياتي الاجتماعية. مو من الناس اللي أقولك لا أنت في عمر الشباب روح أشتغل وسوي وكافح. إيه بس أنت عندك 7 أيام في الأسبوع، تقدرين مثلا يومين في الأسبوع تكون أنها لكي تحطين فيها الترفيه، تحطين فيها أمور، كل انت شرايك؟ ممكن، لكن أرجع أقول يمكن الأعمار، كمان أعمار الأطفال لهم دور، إذا كانوا أطفال في السن أصغر في السن عفوا، فهم معناته أنهم لا يحتاجوا رعاية واهتمام أكبر. إذا هي لا والله زي في عمر بنتي كبيرة ومستقلة وأصلا هي عندها حياتها وخرجاتها وصحباتها، فهنا لا أنا يكون عندي مساحة من الوقت أقدر أني أنشغل فيها، لأنه في الآخر معليش حتى لو أنا عندي عيال وعندي أطفال أنا مسؤوليتي أني أنا أربيهم، لا أخلي الزمن يربيهم ولا أخلي أنا شخصيا يعني صحيح. ما أخلي أحد يربيهم لا، فأقضي الوقت معهم، كبروا ممكن يكون لها ظروف ثانية. عموما
أكيد هي تحتاج توازن. توازن تحتاج كل واحد أيس. يعرف إيش اللي له وإيش اللي عليه، كيف أنا ممكن أقدر أسيطر على كل شيء. عموما احنا حتى هنتكلم عن هذا الموضوع من ناحيه المختصين ومن جانب المختصين اللي راح يوضحوا لنا تفاصيل اكثر، وحناخذ كمان شويه اسرار عن الدوام الجزئي في نظام العمل السعودي. نرحب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ صالح الديري، مختص بالموارد البشريه. اهلا وسهلا بك استاذ صالح، نورتنا. يعطيكم العافيه. هذا الموضوع يعني بما انه صار متاح عندنا في السعوديه انه الشخص ممكن يشتغل اكثر من وظيفه ويكون برضو في التأمينات الاجتماعية مسجل بالوظيفتين، لكن خلينا نعرف أكثر إيش هي الشروط المطلوبة للعمل بنظام الدوام الجزئي. اللائحة التنظيمية، اللائحة التنفيذية لها نظمت الضوابط للمادة 120 من اللائحة التنفيذية، الضوابط اللي تحكم العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل. تمام. أهم البنود اللي لابد أن تكون متوافرة اليوم بين هذه العلاقة أن يكون العقد مكتوب ومحدد المدة، وأن يقل عن نصف ساعات العمل اليومية لدى المنشأة هذه، بالإضافة إلى أنها نظمت أن هناك تمديد للعقد لمدة مماثلة أو أنك تتفق على مدة مختلفة. تمام. يعني مثلا أنت اليوم اتفقت أنه يكون والله مدة العقد الفترة المدة هذه، إما أن يجدد لها أو أنك تزيدها أو تقللها. حلو. الإضافة على ذلك أنها اليوم نظمت التعويض في حال إنهاء العلاقة التعاقدية لسبب غير مشروع، إما أنك أنت تعطيه المدة المتبقية من العقد أو ما تتفق عليه. راتب. أيوة. تعطيه تعويض. أيوة. يعني مثلاً العقد أنا حقي مدته الفلانية. ثلاثة شهور شهرين. أنهيتها أنت قبل، المدة المتبقية من العقد تعوضني عنها، تعطيني إياها بحسب الأجر اتفقت عليك أنا عليه. ممتاز. إضافة لذلك تقدر أنك تحدد مبلغ، تقول الله أنا في حال إنهاء غير مشروع بعطيك المبلغ هذا حسب منظمته اللائحة التنفيذية ونظام العمل. طيب نجي على الضوابط الأخرى. العمل الجزئي أو العمل لبعض الوقت ينطبق عليه ما ينطبق في نظام العمل العادي اللي هو الإجازات الأسبوعية، الإجازات الاعتيادية، الراحة الأسبوعية، العمل الإضافي. مو في الإجازة يقول لك مو مدفوع؟ لا أنت مدفوع. دوامك متعب. العمل لبعض الوقت أيوه. مدفوع فيه. اللائحة التنفيذية لنظام العمل مادة 120 نظمتها. جميل. طيب أستاذ صالح، أنت قلت قبل شوي أنه مثلا أنا حددت معه وقت اللي هو 3 شهور. جميل. مدة العقد في الدوام الجزئي كمان نفس الشيء، خلينا نقول 3 شهور. أنا ما أعرف شغلة من أول شهر، كيف أعوضه؟ أنا عندي فترة تجربة، هو له فترة تجربة 3 شهور الأولى. طيب ما أي تنطبق عليه فترة التجربة؟ هذا بعد التجديد خلينا نقول. حتى العقد ما ينطبق، ما ياخذ عليه فتره تجربه. العقد الجزء الدوام أيه. الجزئي هذا حتى مكافاه الخدمه ما ينطبق عليها. معناته انه في شروط لدوام الجزئي. صحيح. اللي هي الشروط اللي هي انك انت لابد تربطه، يعني شروط داخليه احنا نتكلم عنها داخل المنظمه، او انك انت في البدايه التعاقد تحدد المبلغ للتعويض. اي بس انا كيف اتعاقد معه وانا ما اعرف شغله؟ إنسان جديد وما أعرف كيف شغله. أنت جبته اليوم على فترة عمل جزئي إيه؟ لبعض الوقت إيه؟ فتختلف عنها زيها مثل اليوم اللي هو التشريع النظام العمل المرن. بس كذا يظلمني أنا صاحب العمل، فيها ظلم لصاحب العمل. هذا اللي قاعد يصير اليوم في سوق العمل. البعض عنده وظائف، والوظائف هذه تقدر أنك أنت تحيلها على نظام العمل المرن أو العمل عن بعد أو العمل الجزئي لبعض الوقت. ولكن عدم وجود تنظيم داخلي داخل المنظمة لقياس الإنتاجية، لقياس المهارات، لقياس الجدارات الكومبتنسي حقة المرشح اللي أنا جايني، أنا كيف اليوم في المقابلة أعرف أن هذا المرشح أحتاجه على وظيفة معينة؟ طبعا عندنا اليوم العديد من الوظائف، فأنا ما أقدر أقول والله كل الوظائف هذه راح أحولها على عمل عن بعد أو عمل جزئي أو عمل مرن، ما أقدر. في بعض الوظائف نقدر، مثال الاتصال الكول سنتر، خدمة العملاء، المبيعات الهاتفية، عندك عدة مثلا الماركتينج، التسويق، تقدر تحولها لعمل مرن أو لعمل جزئي أو لعمل عن بعد. الجميل اليوم بعض المنظمات احنا شفنا في جائحة كورونا جميع الوظائف تحولت إلى عمل عن بعد، والبعض منا لما صار فيه حظر مؤقت صار فيه دوام جزئي.
لقينا ايش؟ انتاجيه. طيب ايش الاثر راح يكون عليها؟ احنا لما يكون عندنا كمنظمه او احنا كمسؤولين موارد بشريه او قياده المنظمه او الاداره المعنيه هذه، اضع عندي اهداف في المقابله اكتشفها في الكانديدت اللي قدامي المرشح، راح اقدر اقيس هو قادر يؤدي الغرض ولا لا. طبعا ما اقدر اني احكم 100% في المقابله الشخصيه، بعض المسؤولين التوظيف للاسف يحكم المقابله. طب كيف قدرت تحكم؟ بعض المستفيدين من هذه الوظائف ما عنده خبره، الوظائف العمل عن بعد، الوظف العمل الجزئي بعض الوقت او المرن ما عنده خبره، هو جاي يبغى يدخل، عنده مثلا مساحه في الوقت، فقالك انا ابغى ادخل الان، بس من خلال المقابله اول مره يدخل لقى مسؤول التوظيف جاء والله لا انت سيء. طب كيف قست؟ والله ما عنده التواصل، ما عنده. طب دخوله هو الان راح يستثمر فيه. لما تقول مثلا فتره اجازه، يعني نجد لبعض الوظائف تستغل وقت الاجازه الصيفيه، طب الاجازه مدتها طويله، ممكن انت لو عندك برنامج، انا دائما اقول لا يمكن انك تجيب شخص خلال فتره مثلا تجربه 3 شهور تقيس انتاجيته او تكتشف، الا لما يكون عندك برنامج الانبوردنج، تهيئه الموظف واضح، التوجيه التدريب تعطيه، انت تعرف انه راح يطلع منه انتاجيه. صحيح. اذا ما عندي والله تعال انا عندي هذه المهام ويلا تعال المدير دخله وخلاص ارميه وخليه، ما راح ينتج، ما راح يقدر حتى الاندماج الوظيفي ما راح يدخل. اكيد. طيب خليني اسالك هذا السؤال قبل أن نرجع لدكتورة زهرة بشكل سريع، لما نتكلم عن فوائد الدوام الجزئي، ايش هي اهم هذه الفوائد، خصوصا انه الحين زي ما كنا بنقول انه نظام العمل السعودي اعطى كثير من الامتيازات، كيف راح ياثر على المجتمع؟ التاثير ليس على المجتمع فقط، التاثير برضه حتى على الاقتصاد وعلى سوق العمل. المجتمع يعني زي ما تفضلتوا بداية اللقاء، الحديث اللي كان بينكم انه راح يكون فيه مصدر دخل اضافي للأسرة، البعض عنده التزامات فالعمل الجزئي هذا يتيح له اضافة مصدر دخل. طيب على المجتمع هذه هي، لكن على الجانب الاقتصادي عندنا العديد من الوظائف تحتاج فيها ندرة، فالعمل الجزئي او العمل المرن او العمل لبعض الوقت اتاح لنا استغلال الوظائف هذه للكفاءات البشرية اللي عليها، المنظمة لا تستفيد منها أخرى. صحيح. الجانب الآخر إتاحة فرص للكفاءات البشرية عندنا لسوق العمل، هذه عدة فوائد. عندنا بعض الوظائف تقدر أنك تأديها عن بعد، البعض الوظائف عندنا ما يطلبني أنا أقول اليوم والله لا، إذا اليوم أنا ما لقيت الكاندت أو المرشح في الرياض أقدر أجيبه، طيب أتعاقد معاه من الشرقية، من القصيم، من أي منطقة، جنوب المملكة، غرب المملكة، أتعاقد معاه، مو شرط أنه وجوده عندي. طيب ايش اللي يحكم العلاقه التعاقديه؟ وجود العقد حسب تنظيم اللائحه، نظام لائحه تنفيذيه نظام العمل، وجود بعض الوظائف ان كانها عن طريق العمل المرن في منصه عمل المرن اليوم تحتها وزاره الموارد البشريه مشكوره، تنظم العلاقه بينك وبينه. ممتاز جميل. دكتوره زهره رجعتي لنا، اهلا مرحبا، اهلا فيكي. طيب دكتوره زهره برجع اسالك سؤال ثاني، نفس السؤال، هل انت مع الدوام او لا الجزئي؟ بالنسبة لمين؟ حددي لي. للأم والأب. للأم والأب. للأم والأب. شوفي الآن الحياة الاقتصادية يعني تتطلب إنه نعدد مصادر الدخل. صحيح. مهما كان إن شاء الله يا ربي، لو سواق أوبر ما فيها حاجة، ما هو عيب. صحيح. يشتغل أي شغلانة. فالرجل أو رب الأسرة اللي عليه إنه يبحث عن مصدر الدخل، المصدر الأساسي والمصدر اللي هو الإضافي. أما الأم اللي هي الزوجة يعني يا دوبك حياتها الأسرية مع عملها في النهار يا دوبك يعني تقوم بمهماتها، أما هي عندها واجبات أخرى اللي هو رعاية الأولاد ورعاية البيت والأسرة والاهتمام بالزوج. هذه الأشياء كلها ليس لها بديل. صحيح. يعني حتى الدليل على كده يا دكتورة أنه في تغريدة تقول أنه العمل إذا فقد طيب يجي غيره، لكن الأسرة إذا ضاعت لا تجد لها مثيل. أحسنتي يا سلام، اللي قال التغريدة هذه يعني أنا أحييه، لأنه فعلا نحن نبدأ بالأم، نبدأ بالأسرة، النواة اللي
هي إن فلحت الأسرة فلح المجتمع كله. ومين اللي يشرف على الأسرة؟ مين اللي يربي الأولاد في الأسرة؟ مين اللي يعلمهم المبادئ والقيم؟ هي الأم. طب لما تكون 24 ساعة هي برا البيت وفي طب تيجي أكيد تيجي منهارة، تيجي تعبانة مرهقة، ما في راسها لا تتابع الأولاد ولا تتابع العيلة ولا تتابع مهامها واجباتها الأسرية. نفس الزوج برضو هي ما هي متفرغاله، يعني يجي يكلمها مثلا، هي تروح عند أهلنا تقول له ماني فاضية، طب نخرج نتفسح وهي تعبانة، طيب مش عارفة نجلس مع بعض كده ندردش، تقول يوم في حالي أنا أبغى أرتاح أبغى أنام، أنت ما تعرف أنا هذا دوامين أنا تعبانة أنا مرهقة. أنا ثقي تماما إنه حتى الرجال هو الزوج بيتضايق. تعالي أسألي الأزواج الآن، طيب هو ما راح يتعب زيي؟ خليك معاي، يتعب يتعب ويجي يرتاح في بيته، يلاقي اللي يستقبله، يلاقي اللي يريحه، يلاقي اللي يغدق عليه بالحب والحنان والاهتمام وتوفر له سبل الراحة. مين هي؟ هي زوجته. تعالي شوفي دحين الشباب الآن، ثلاث أرباع البنات اللي عندنا في البيوت من طبيبات من ممرضات من موظفات، يعني وظائفهم بالمناوبة، يعني نسبة الارتباط بيهم ضعيفة وضعيفة جدا. أسأليني أنا، لأنه لما تيجي الأم تخطب لولدها تسأل يقولوا لها هذه طبيبة، يقول يا الله يا أمي معناته رح تناوب في الليل. قلما تجدي زوج يرضى ويوافق إنه زوجته تداوم في المساء، تصوري. إذا معناته إحنا لازلنا نعيش بالعقلية الشرقية المحافظة إنه الزوجة ما تغيب عن بيتها في الليل، الأم ما تغيب عن بيتها في الليل. دكتورة زهرة، بس حاليا ما يفرق ليل أو نهار، ما عاد يفرق. في ناس تقول لك أنا أتمنى، لا لا لا. في ناس تقول لك أنا أتمنى إنه وظيفتي بالليل عشان الطبيعة. الزحمة ما لا لا ما نغير الطبيعة، ما نغير الطبيعة البشرية. النهار تخرج المرأة تشتغل فيه. انتوا ما جيتوا تسألوني الا انا هذا السؤال. المرأة ليس ايوه ما يصلح، المرأة ليس لها في العمل في مجال العمل الا في النهار، في مجال النهار. طب انت معترضة على العمل عن بعد؟ يعني مثلا انا اكون في بيتي بس عندي دوام جزئي عن بعد، اشتغلي ايوه مسائي ليل نص الليل اذان الصبح، انت قاعدة ببيتك، انت بين اهلك واسرتك واولادك وعينك الناظر عليهم. انت فاكره ايام كورونا كان كل شغلنا نحن اونلاين؟ ايش فيك انت؟ انا ما فهمت شيء، انا اسالك، انا ماخذه دور المشاهد اللي يبغى يسال، وانا عارفه كل طريقه تفكيرك وردك واجوبتك كلنا حافظتها، حافظينها والله. انت عارفه عقليتي يا احمد، ما اقول لك ما تجوني لعندك تسالوني هذا السؤال. ثقي تماما اني انا المراه في بيتها، في بيتها في اسرتها في تربيه الاولاد ورعايتها لزوجها ورعايتها لأحوال بيتها، حتى لنفسها ولصحتها. المرأة ما تتحمل. نعم أقول حتى لنفسها ولصحتها المرأة كائن لا يتحمل الضغط. ما نتحمل والله ما نتحمل. أنت من الصبح لين الظهر ولين العصر تجد مرهقة وتعبانة وتقول يا الله. فعلا تجيها أيام حمل، تجيها أيام دورة، تجيها أيام مثلا وحم، تجيها أيام متعددة. بعدين النفسية تتعب، ونحن برضو يعني قوارير، إحنا القوارير. تخيلي قارورة تشتغل ليل ونهار، هذه كيف؟ هذه تتكسر وتتغبر وتتعب وما تعطي، ما تقدر. شوف يا تعطي في عملها يا تعطي في بيتها، واحد من الاثنين لازم تخسرهم. في بعض لا والله بصراحة، إذا الوحدة عندها أسرة اختار إيوة. اسرتي واختار اولادي والشغل يحل حلال. يعني لما يكبروا عيالي اقدر ارجع للشغل. صحيح، بعدين عفوا خليه هو اللي يشتغل ويصرف علي وانا قاعده مدلعه. ليش احسنتي؟ كله يتعود الا البيت. إيه؟ الا البيت والزوج والاولاد. صح. وبعدين هذه مهمه الرجل، مهمه الزوج هو. صح. يشتغل يشقى 24 ساعه ان شاء الله يا رب يوصل لي بيشتغل درباوي. إيه؟ اي حاجه اي شغلانه يشتغل، المهم هو اللي يصرف. بس ان شاء الله ما تنكد عليه تقول 24 ساعه انت برا البيت مو داري عني ولا عن عيالي يا دكتوره زهره. صح؟ لازم توري. ليش مو مهتم فيني؟ لا اذا شوفي انا اعرف، انا اعرف، انا اعرف وحده كان دخلهم على قدم اي كده ما يمشي الا بالدم،
24 ساعة تقول لي في ديون وقروض وما أدري وحالتنا حالة. طيب. قالت كذا سمعت مني كذا كلمة عصايب نزلت له هي. راح اشتغل في الحلقة في الليل. قالت الساعة 3 بالليل أقوم يروح الحلقة. قالت والله فتح عليه. ما شاء والله فتح علينا كلنا. والحمد لله رب العالمين. ولازم يكون في توازن وتفاهم يا دكتورة زهرة حتى تمشي هذه الحياة صحيح. للعمل في الليل. ممتاز. أنا يعني أشكر مداخلتك كالعادة، دائما منورتنا يا دكتورة ودائما تعليقاتك يعني واقعية جدا بصراحة. أبغى أرجع لك أستاذ صالح مرة ثانية يعني ختاما لحلقة اليوم، أكيد مهم جدا أنه إحنا كمان نركز على أهمية إقبال الشباب والبنات وأنهم يغتنموا الفرص اللي موجودة في سوق العمل، ودائما بنقول أنه في فترة معينة يكون في مرونة أكثر أن الإنسان يشتغل بأكثر من وظيفة. فبعرف يعني إيش هي الرسالة اللي تحب توصلها للشباب والبنات حتى يعني يستفيدوا من الفرص الموجودة؟ سوق العمل أصبح سوق واعي من الجانبين سواء كانوا البنات أو الشباب. عندنا كفاءات بشرية دائما أنا أقول إحنا ننافس عليها أصبحنا. ممتاز. ما في الآن ما أصبح عندنا مقارنة والله مثلا شاب يشتغل بشكل أقل أو شابة تشتغل بشكل أقل، بالعكس أصبحوا يتنافسون بشكل جدا كبير. صحيح. ونجد أن لدينا اليوم مناصب قيادية يتقلدها بنات. هذا يشيد ويفيد يؤكد على أنه أصبحوا واعين لسوق العمل. أصبح الفكر ما هو فكر والله بقعد في البيت، ولا البعض منهم متزوجات يعني لدرجة أنها تكون يعني في مرحلة حمل وجالسة تداوم وزوجها يشجعها، والعكس كذلك. تجدين أن اليوم شباب كفاءات بشرية عندهم ظروف صحية تجدينهم اليوم برضو جالسين يكافحون في الوظيفة. أنا أعرف أحد الشباب مروا علي في بيئات العمل مر في ظروف صحية قوية جدا ولكن كان يجي يداوم وعنده إجازة مرضية بس حاب أنه يجي يكمل يغير الجو أو يطلع من شعور التعب وشعور بالالتزام كمان. التزام عنده صح. أهداف مهنية يبغى يوصلها. كذلك زميلتنا مرت علينا تمر في ظروف صحية وبرضو تداوم. يعني أكاد أجزم أن عندنا أصبح السوق الأنواع، لذلك عدد من الفرص موجودة، تحتاج التركيز مننا كفاءات بشرية سواء كنا شباب أو شابات، تطوير مهاراتنا الشخصية، تطوير المهارات المهنية وليس فقط الشخصية، المهارات اللي احنا نتكلم عنها ونسمع عنها يقولون السوفت سكيلز، لا مهاراتك المهنية. أنت اليوم من خلال تركيزك في هذا العاملين، تركيزك في وظيفتك راح تطلع على أفضل المناصب اللي موجودة عندنا. صحيح. أستاذ صالح الديري مختص بالموارد البشرية يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. تواجدك اليوم. شكرا لكم. مشاهدينا وبكذا خلصنا حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة في نفس الموعد، فمان الله.